العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإيتري، أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار التي نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطن واحد بكوفيد 19. مجلس إقليم القاش وركن يناقش تعزيز برامج التنمية الزراعية. إدارة الإقليم الأوسط تكرم العدائين والمدربين المتفوقين. بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات عن منشأ كورونا. الجيش الأمريكي ينفذ ضربة بطائرة مسيرة في أفغانستان. ارتفاع ضحايا حريق مصنع في كراتشي إلى 16 قتيلا. أهلا بكم من التفاصيل. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 28 من أغسطس في مراكز العزل بالإقليم الأوسط أكدت إصابة مواطن واحد بكوفيد 19. في غضون ذلك شفي مواطن كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6640، شفي منهم 6590 ووفاة 37 مريضا، فيما لا يزال 13 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من أغسطس 2021. عقد مجلس إقليم القاش بركة في 26 من أغسطس في مدينة بارنتو اجتماعا ناقش خلاله تعزيز برامج التنمية الزراعية، خاصة الجهود المبذولة لرفع الانتاجية. الاجتماع الذي شارك فيه مسؤول المجلس في المديريات وشركاء العمل ألقى فيه رئيس المجلس السيد عثمان محمد علي كلمة دعا فيها لبذل جهود حثيثة مدروسة لتعزيز الانتاجية وإجراء دراسات دقيقة حول مساحة الأراضي الزراعية المطرية والمروية في الإقليم. وبخصوص برامج الإصحاح البيئي المخطط تنفيذه حتى عام 2022 على مستوى البلاد، طالب السيد عثمان أعضاء المجلس العمل بالتعاون مع مدراء المديريات وتنفيذ البرنامج حتى مارس المقبل. من جهته ناشد حاكم الإقليم السفير محمود علي حوري أعضاء المجلس في المديريات للعمل بالتنسيق مع مدراء المديريات وغيرهم من شركاء العمل لتنفيذ البرامج التنموية على مستوى الإقليم، ومنح الاهتمام لجمع ضرائب الأراضي والزراعة والمواشي. وأضاف السفير محمود علي قائلا أن المعلومات الآنية والدقيقة تسهم في إصلاح النواقص والقصور التي تبان حسب المناطق، مناشدا لتنفيذ البرامج الممنوحة الأولوية. وطالب المشاركون في الآراء التي أدلوا بها من أجل منح اهتمام جاد لنواقص الزراعة المطرية والمروية وتعزيز دور المجتمع في الحد من الحرائق المشتعلة سنويا في المراعي. قامت إدارة الإقليم الأوسط في 27 من أغسطس بتكريم عدد من العدائين وشخصيات من الأسرة الرياضية الذين ساهموا بفعالية في تسجيل إنجازات رياضية. القائمة التي تسلمت الكؤوس والمبالغ المالية تكونت من 36 عداء وثمانية مدربين وثمانية عشر من مدراء المناشط الرياضية والأندية وخمسة من الشركاء. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد في السهية هيلي في المناسبة أن العمل الجاري للنهوض والارتقاء بالأنشطة الرياضية الوطنية جزء لا يتجزأ من أنشطة الإدارة، مشيدا في الوقت ذاته بروح المشاركة العالية التي أبداها أعضاء المجتمع الرياضي رغم القلق السائد جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا العمل بجدية لتعزيز دور المجتمع المدني للنهوض بالنشاط الرياضي. من جهته ناشد مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اندرياس أسمرون بعد أن أوضح أهداف وفوائد النشاط الرياضي، ناشد الشباب لبذل جهود حثيثة لخلق قدرات عالية تسهم في رفع أسمائهم والبلاد عاليا وترسيخ ثقافة روح التنافس مستفيدين من الفرص المتاحة أمامهم. يذكر أن إدارة الإقليم الأوسط كانت قد قامت بخطوة مماثلة في العام 2018.
أكد السكان أن حل إشكالية المياه الصالحة للشرب في ثلاثة مناطق بضاحية إمبادره بمديرية عتك ليزان بإغليم عنسبة ساهم في الحصول على خدمات مياه شرب آمنة، وجاء ذلك في مناسبة تدشين المشروع الذي بلغت تكلفته 1.7 مليون نقفة وحل مشكلة 370 أسرة. وأوضح مسؤول فرع خدمات المياه في إدارة إغليم عنسبة بأن المشروع اشتمل على حفر بئر بعمق 4 أمتار وخزان يسع ل 25 ألف لتر ونقطتي توزيع وأنابيب مياه بطول أكثر من كيلومتر وتوفير للطاقة الشمسية. وأضاف إلى إقامة مشاريع مماثلة في ضواحي دك أمحري ودك زرقو ووارا ودك قبرو وقلاقل، وتنتظر إدارة ضواحي بقصة ومعلي وبعض مناطق ضاحية شندوة إقامة مشاريع مماثلة وفق ما أفاد تقرير فرع خدمات المياه في الإغليم. وشكر المشاركون عن ارتياحهم بالخطوة المنجزة، متعهدين القيام باتخاذ خطوات جادة لإدارته وضمان استمراريته. في الكلمة التي ألقاها مدير مديرية عتك ليزان السيد إدريس محمد قوعلاي، ناشد فيها سكان المناطق التعامل بجدية حول رعاية وإدارة المشروع أخذا في الاعتبار المشاكل التي عانوا منها سابقا، وبما أن التطور والازدهار يرتكز على التجمع حث السكان للتجمع في مكان آمن للحصول على خدمات جيدة. شهدت مدينة مندفرة اليوم 28 من أغسطس تنفيذ برنامج التبرع الطوعي للدم بالتنسيق بين فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مديرية مندفرة وكذلك جمعية متبرعي طوع الدم الطوعيين. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية تنظيم سيمينار حول أهمية المتبرع الدم المتبرع به، وتبرع عمال مختلف المؤسسات الحكومية ب 83 وحدة دم. وأوضح مسؤول خدمات نقل الدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن برامج التوعية الجارية ساهمت في رفع وعي المواطنين حول التبرع بالدم وتزايد المبادرات المتخذة حسب المناطق. وقال مسؤول فرع الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم في مديرية مندفرة الأستاذ جرس قهير تولد أن العمل الجاري لإنجاح برامج التبرع الطوعي للدم بمساهمة كافة أفراد المجتمع والجهات الحكومية. وذكر المشاركون في برنامج التبرع بالدم باتخاذ مبادرات التبرع الطوعي للدم من أجل إنقاذ حياة لا تتعوض بدم يتعوض، مناشدين اتباع الشباب هذا العمل النبيل لاكتمال متطلبات المؤسسات الصحية. سيداتي سادتي إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. وفي الأنباء العالمية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تلقى تقريرا من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية حول أصول فيروس كورونا، مشددا على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتتبع جذور هذا الوباء لمنع حدوثه مرة أخرى. ورجح التقرير الذي أصدرته مجموعة وكالات استخبارية أمريكية أن تكون الإصابات الأولى في نوفمبر 2019 قد وقعت إما نتيجة لحادث في أحد المختبرات في ووهان بالصين أو نتيجة ملامسة أو اقتراب من حيوان حامل للفيروس. وفي الأشهر الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة بعدما استبعدها أغلبية الخبراء. وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق أكثر عمقا بما في ذلك في الأوساط العلمية. يذكر أن بكين اتهمت واشنطن بنشر نظريات المؤامرة حول منشأ كوفيد-19، رافضة بشدة النظرية القائلة أنه قد يكون تسرب من أحد مختبراتها. شن الجيش الأمريكي إقارة بواسطة طائرة مسيرة ضد أحد مخططي تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وفق ما أعلنه. وأوضح الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية في بيان أن القارة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة بلا طيار وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان، وأضاف المؤشرات الأولية تدل إلى أننا قتلنا الهدف.
وجاءت هذه الضربة ردا على التفجير الانتحار الذي استهدف مطار كابول قتل فيه العشرات بينهم جنود أمريكيون آلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنه. ونفذت الضربة من خارج أفغانستان في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإجلاء من مطار كابول الخاضع لمراقبة مشددة، وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأمريكي منذ الهجوم الذي وقع في مطار كابول وخلف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أمريكيا. وبعد الهجوم الذي تمناه تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، توعد الرئيس جو بايدن بالرد وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأمريكي في أفغانستان منذ العام 2011 بأنهم سيتم ملاحقتهم وسنجعلهم يدفعون الثمن. أودى حريق اندلع بمصنع في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان بحياة 16 شخصا على الأقل، واعتبر آخرون في إعداد المفقودين وفق بيان للشرطة. وكان أكثر من 25 عاملا موجودين داخل المصنع الصغير الواقع في منطقة سكنية بالمدينة الساحلية عندما اندلعت النيران وانتشر الدخان الكثيف. وقال المسؤول في الشرطة شاه جان لوكالة فرانس بريس أنهم يحاولون العثور على مزيد من الأشخاص المحاصرين ويخشى ألا يتمكنوا على الأرجح من الخروج، موضحا أنه ليس في المصنع مخارج طوارئ مناسبة. في سياق متصل أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن حصيلة ضحايا الانفجارات القوية التي هزت مستودعا للذخيرة في قيادة عسكرية جنوب البلاد ارتفعت إلى 12 قتيلا. أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن إعصار إيدا الذي تشكل قبالة سواحل كوبا ضرب جزيرة لاخوفينتود. وقالت الوكالة في بيان أن إيدا ضرب الجزيرة الكوبية كإعصار مشيرا إلى أنه تحول في وقت سابق من عاصفة استوائية إلى إعصار. ووفقا للمركز تصل أقصى سرعة الرياح إلى 120 كيلومتر في الساعة، ويتحرك الإعصار بسرعة 24 كيلومتر في الساعة ويقع جنوب غرب البلاد. وارتفعت أسعار النفط بمعدل 2% محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، حيث بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار من المتوقع أن يضرب المنطقة مطلع الأسبوع المقبل. سيداتي هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. إصابة مواطن واحد لكوفيد-19. مجلس إغريم القاش بركي يناقش تعزيز برامج التنمية الزراعية. إدارة الإقليم الأوسط تكرم العدائين والمدربين المتفوقين. بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات عن منشأ كورونا. الجيش الأمريكي ينفذ ضربة بطائرة مسيرة في أفغانستان. وأخيرا ارتفاع ضحايا حريق المصنع في كراتشي إلى 16 قتيلا. في أمان الله وحفظه.